أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سره أن يمد له في عمره، هذا ليس على التخيير وإنما على التحريض، وإنما على التحريض، لأنه ما منا أحد إلا وهو يحب أن يمد له في عمره وأن يزاد له في رزقه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عرض هذه الرغبة الإنسانية والجبلة الطبيعية بمثل هذا العرض، قال: من سره، لأنه ما منا أحد إلا ويسر لذلك ويفرح بهذا أن يزاد له في عمره. لو قيل لشخص: عمرك 40 سنة، نزيده إلى 10، يفرح. كذلك الرزق، الزيادة في الرزق، النبي عليه الصلاة والسلام إنما حرض على ذلك وأخرجه مخرج السؤال والعرض عليه الصلاة والسلام أن يمد له في عمره. والمدد هنا نوعان: إما أن يكون مدد حقيقي بأن يزاد له في عمره، فإذا كان عمره مثلا 50 سنة يزاد إلى 60 أو إلى 70. وقيل مدد بركة، مدد بركة بأن يبارك الله عز وجل في عمره وفي أيامه، فكأن اليوم بيومين أو كأن اليوم بأسبوع. وهذا الذي استظهره كثير من أهل العلم، من أهل التحقيق، على أنه، على أن الأعمار حسمت. الله عز وجل قال: لكل أجل كتاب. فالأعمار والآجال حسمت، قال تعالى: لكل أجل كتاب. قال جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال بالقول الأول جمع من أهل العلم على أنه يزاد حقيقي، لأن الله جل وعلا خلق الأسباب، خلق الأسباب وجعل لهذه الأسباب أثرا، جعل لهذه الأسباب أثرا، ولذلك قد يزاد فيه زيادة حقيقية، لكن الذي يظهر بأن الزيادة زيادة بركة. وهذا سبحان الله العظيم، إذا استقرأت التاريخ وإذا نظرت في تراجم بعض العلماء وجدت هذا ظاهرا في بركة العمر، في البركة في العمر. مثلا الإمام النووي رحمة الله عليه مات وعمره 44 وقيل 46، وقد صنف مصنفات لا يتصور أبدا أنها تكتب في مثل هذا العمر، لكنها البركة، لكنها البركة. وهذا أبو العباس تقي الدين أحمد ابن تيمية رحمة الله عليه، الذي عاش طوال عمره غير متفرغ للتصنيف والتأليف، ولا شك بأن لا يخفاكم ما تعرض له رحمه الله تعالى، فإذا نظرت في آثاره العلمية علمت بأن هذا لا يمكن أن يصدر ولا يمكن أن يخرج هذه الكتب والمصنفات بمثل هذه الفترة الزمنية التي عاش، وإنما هي البركة من الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا بارك في عمر النبي عليه الصلاة والسلام وفي دعوته، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله لوحده، بعثه الله لوحده، فبارك الله عز وجل في دعوته، ومضى في الدعوة 23 سنة، 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة. وانظر الآن إلى آثار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، مليارات يعتنقون دين الإسلام ولله الحمد، وهذا يدلنا على البركة، فالله جل وعلا يبارك. قال: ويزاد في رزقه، ويزاد في رزقه، أيضا الزيادة نوعان: زيادة حقيقية بحيث يصبح الواحد اثنان، أو زيادة بركة، زيادة بركة في الرزق. قال: فليبر والديه وليصل رحمه. إذن بر الوالدين وصلة الأرحام سبب من أسباب الزيادة
في الرزق والبركة في العمر، أو الزيادة المدد في العمر والزيادة في الرزق.